الاستئناف نتاعي تعطيني من 24 ساعه وقتاش باش نبعثوا لك وقتاش باش تبت فيه انت وقتاش وكاني بيخرجوا القرار راهو رغم انفك باش يتعدى القرار كيفاش هو هذا هو اللي موجود فما درجات تقاضي هذا هو اللي موجود هو القرار اللي عملوه ديجا لفات انه ما تبعوش السكر لو فات انه عملوا اللجنه نهار الخميس وقتاش ولا نهار الاربعاء هذا كله راهو قرار باش يتعدى ماهوش يعني يا خويا استئناف ما استئنافش الاوراق اللي عملونهم القانون نفخوا واشرب ماء هذاك هو حاب يقول يعني يا خويا الهيئه القانونيه نتاع سي اس اس القات ديزارغيومون والقات ادله والقات حجج والقات براهين والسيد اللي باش يحكم في لجنه الاستئناف مشى معاها اش عملنا وجرب لي ما صارتش مقبل القرار باش تبقى غدوه انت في الماتش معناها باش تبقى بين نارين يا مش ده قال لاخر الجمهور باش تقول له ايجا ولا فهمت شنو انا ما مشكله كبيره باش الجمهور قاعد ورا ستاد يقول ايجا طيجي شوف يا حاتم بس كون واضحين احنا ولاد البلاد معناها ونعرفوا الكره التونسيه تو الجمهور اللي يرمي المقذوفات ولا يعمل الافلام ولا يعمل اللي يعمل في الملاعب يا اخي اعضاء الهيئه المديره نتاع نادي صفاقسي ولا غيرهم الانديه ما عارفينش اللي هما مش يتعاقبوا ولا مش جيهم خطيه انت معروف موجود في اللوائح مش جيه قضيه وكذا لكن احنا مع نادي صفاقسي في حاجه برك من الناحيه الاجرائيه القانونيه اعطي مجال باش تبين انك عادل وانك تعطي فرصه للناس باش تتقاضى وباش تدافع على حدودها البقيه كجمهور وكقرار معناه واضح جدا موجود في اللوائح نتاع كره القدم التونسية انا سيرت من قريب والله لحد اللحظه اللي انا فيها لا نعرف الفلامات كيفاش يدخلوا مش تحكي ادخل الفلامات ليه انا احكي لك على انت رميت فلام ولا عملت مقذوفات في الملعب عارف روحك جايتك خطي عارف روحك ما عندي كل هذا حافظينها معناه هذا لازم يكون واعي نتاع الجميع والهيئه عارفه معناها اما نحكي لك الهيئه عارفه اللي جايتها شفت اللي حكيها نتاع الجمهور نتاع ريال مدريد اللي دخل وقعد 36 هكاك تدخل فلامات هكاك الفلامات استعرف كيفاش انا تحرش بعض كل شيء محلول عاد والله نتاع ثلاث ايام حلول يا رب عشان باش نحكيو على قضيه كانت شغله راي الشارع الرياضي في تونس على لاعب الاتحاد سيري محمد عامر بالخير صباح الخير تونس ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي معايا انا ايمان سكوحي من الاثنين للجمعه من 6 ل 7 تاع الصباح ديوانا فام صوتكم الصباح هو رفمك ورفمك هو الصباح رفمك رفمك من 2 للجمعه من 7 ل 9 مرحبا بكم من جديد خبرك ان تداول هو الشارع الرياضي في تونس وايقاف لاعب الاتحاد المنستيري محمد عامر بالغيث باش نعرفوا تفاصيل جديده حول هذا الموضوع حاضر معنا محامي اللاعب الاستاذ قيس برعيد مرحبا استاذ اهلا بك مساء النور مرحبا بك وبضيوفك الكرام وبكافه المستمعين تحيه لك استاذ اللي من فاته عدم متابعه الموضوع والا علاش تم ايقاف اللاعب كان ذكرنا بالتفاصيل وبعض شيء تطورات جديده محمد عامر بالغيث هو لاعب الاتحاد المنستيري كان في اعاره في السعوديه وكان في وعاد الى المنستير في نهار مباراه الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المنستيري اللي كانت في مصر بن جنات هو كان في الصف يعني داخل الملعب تبدو عليه مظاهر التدين عنده ملتحيه وعنده لحية صحيح كانت عنده سجادة صلى العصر وناوي داخل باش يتفرج على المباراة أحد أعوان الأمن كي شافه شك فيه قال له من فضلك اقعد كوتي حاجتي بيك امتثل للاعب بكل أدب حتى اللي طلب منه زاد بكل أخلاق بكل أدب فيما بعد السيد هذا عون الأمن اللي ربما عنده نظرة استباقية لما يسمى بأنتر جيمي الإرهاب وما إلى ذلك زاد خطوة افتح له هز البورتابل نتاعه خذ له البورتابل نتاعه بطاقة تعريف افتح البورتابل كي افتح البورتابل نتاعه لقي وأنه اللاعب هذا منوب نتاعنا لاعب الاتحاد المصيري عنده حاطت جام حاطت إعجاب على أنشودة ثورية أنشودة من هنا كان منطلق فيه بيدخل اللاعب يتفرج على الماتش أصلاً يعني في البحث ومع الأسف وقع إيقافه من المنفير يعني هذا نهار 14 نهار لحد منذ 14 وهو يعني محتفظ به لمدة 5 أيام على ذمة في الأول كان على ذمة وكيل الجمهورية سيد وكيل الجمهورية بالمنسير اللي أحاله للقاضي المختص بالقضب القضائي لمكافحة الإرهاب بتهمة الاشتباه مع
الأسف الشديد يجد نفسه محتفظا به. ولن نرجع لما كنتم أنتم بصدده المسائل الإجرائية اللي هي يعني مع الأسف اللي احنا مسائل إجرائية. احنا ما احناش ضد النظرية الاستباقية، ما احناش ضد عون الأمن، كلنا نحارب الإرهاب. العكس، اتحاد المنسيري ما يقف مع اللاعب هذا إلا لأنه مدرسة تربوية وأخلاقية ورياضية، لأنه إيمانا بأن أبنائنا دون بعيدين كل البعد المسائل هذه أبدا، شبهات إرهابية وما إلى ذلك. وكان احنا في نظرنا إجرائيا، بإمكانك أنت يعني تبعث لي للمنوب بنتي، تبعث لي يعني استدعاء ونحضر معاك وتسمعني وتخليني أصل في الأشياء هو البراءة، الأصل هو الحرية، والاستثناء هو الاحتفاظ. الآن اللاعب هذا لاعب اتحاد المنسيري إلا كلفنا نحن يعني سادة أخرين المحامين بمتابعة القضية، يعني اتحاد المنسيري لا يمكن أن يسلم في أبنائه، كلفنا بمتابعة القضية في تونس. طبعا يعني أحيل على من طرف سيد وكيل الجمهورية المختص في الإرهاب القطب القضائي، أحاله إلى الوحدة المختصة بالجرجاني. الوحدة المختصة هي بصدد الآن البحث، يعني إلى حد الآن لم تجد شيئا سوى هذا الإعجاب بأنشودة ثورية فلسطينية تحب أنت تكيفها جهادية كيفها كما شئت. أيه، وفرق كبير ما بين تسكية أنشودة ثورية جهادية غيره، فما فرق تختلف المفاهيم. الآن الناس كل الناس كل نضمنوا مع فلسطين ومبارتاجيو في الغناء وغيره، لكن تقريبا فما فرق كبير. ما أنا ثورية والجهادية وغيره نعرفه، معناها أنه فما فرق كبير ما بين هذا وهذا. أنت تحدثت مع اللاعب متر ولا؟ تحدثت معه، التقيت به يعني الأمس، كنا يعني معه في الفرقة المختصة بالجرجاني بوشوشة حاليا. وهو الحقيقة يعني مراله مرتفع، ولأنه ما عامل شيء شيء وحيد، لأنه يعني الحاجة الوحيدة أنه طبعا حتى حد ما يتمنى أن تكون حريته مقيدة وأن يكون في الحالة هذه، وداخل بيتفرج على المباراة يجد نفسه محل يعني متابعة. احنا طمأنا عائلته، طمأنا الشارع الرياضي بالمنسير أنه ما عنده شيء. المسألة مسألة وقت. تم تعيين مواد الجلسة؟ نعم، لا مش جلسة، في انتظار إتمام البحث من هنا آخر الأسبوع، غدوة ربما بداية الأسبوع. يعني طبعا الآن التحريات الفرقة المختصة هي إذا كان يحللها ملف من هذا القبيل في شبهة انتماء لطالب إرهابي وشبهة التمجيد وكما إلى ذلك، لابد أن تقوم بالاستقراءات اللازمة، خاصة تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك متاع اللاعب هذا المنوب حاليا، الميسنجر متاع الواتساب، عنده شيء أشياء، وإحنا متأكدين أنه ما عنده إلى حد الآن ولا شيء. يعني مسألة وقت مع الأسف، وإن شاء الله إحنا كما قلنا لا نعيب سوى على مسألة إجرائية. نرجع الإجراءات اللي كنت حدثت عنها، اللي هو الأصل البراءة، الأصل الحرية. يا أخي تجم تبحث، تجم تقوم بعملية الاستقراء وبعملية البحث كاملة، ونكون بحالة حرية وبحالة صراحة، ما فماش علاش. إذا ما فماش أدلة ثابتة عليه، إن شاء الله نتمنى لو إحنا معناها إنه يخرج، معناها ما فما حتى إشكالية. دونك لهنا هذه هي. شكرا لك أستاذ قيس بالعيد، محامي لاعب محمد عامر بالغيث. هذه تطورات جديدة بعد إيقاف لاعب اليوم، قضية ذات شبهة إرهابية. تم تداول الخبر نعيمة عبر موقع التواصل الاجتماعي. تعليق وبعد باش نخرج شوية. هو تعليق صغير، هو إذا كان الأبحاث تاخذ مجراها ويشوفوا يذور لي، معناها باش يطلعوا على كل شيء. إذا كان ما عندوش حتى شبهة بالضبط، سواء أنه حاط جيم على الأغنية هذه لا أعلم شنو هي الأغنية، لكن بالنسبة لي إذا كان هو بعيد كل البعد عن الأشياء هذه، أكيد أنه باش يخرج الكل. يلزم شوفرة، خلينا نحن ما زلنا في وضع حرج في البلاد، يعني الإرهاب كلينا لمدة أكثر من 10 سنين. كل شيء معناه أنا تحية زادة للأمن، اللي خاطر برشة تأويلات صارت لأنه داخل بالسجادة. قاعدين نشوفه في الجمهور.